جوازول يتمثل الأحرار حرائر لكل ريمكان لا ذاك الدياسبورا لا يتمثل قريف مختواري ما كيكون نهار وما تكون كمال سازي بلاصة يعني إنسان جومة ذا قنغ نتواجد يعني نال مقرات جان مقر يعني جان مهم هو المقر الرئاسي كاتالونيا البلدية كاتالونيا مختارين نهار قنغ ذا يعني نستمر بالشكل النضالي يعني يعني دخولنا يعني اضراب عن الطعام لمدة 3 أيام باش أنيني المخزن نوانيتي بأن نشين قنهارة وانت بدي شيء قنهارة قنغدانيتي يعني صامدون حتى يعني إطلاق يعني الإخوة اللي جا نهارة غير حبوسات من الذل العار مختواريم يعني لدي جاني عايش تجربة كيبيك ونخوض المعركة عوض الإضراب عن الطعام لمدة 2 يوم ذني مخنزرة من بعد يعني كشيء صدى يعني ضام قرن مجموعة من الإخوة الأخوات يعني يعني قوم الزيارة ينوديني وجيت حيت نظن مجموعة يعني يعني سياسيين زمانيين اللي غني كيخدم لك الشكل كيشأن نوانيتي يعني ذاك كاتالونيا وسين سقسنا انا وسين يعني نوضح حاصل الفكرة يعني الفكرة يعني من توقيع بالضبط ديال المغرب من بعد الاعتقالات اللي اختطفتني مقاصرا المغرب وجي سقا وعلينو تضامني هاد الاخوه كي جن نهار الحسيمه ناقي عكاشه ناقي ثمت ناقي الناظور ناقي ثمت ناقي كل مكان المغرب المغرب ونقى نشين صامدون نقى نشين صامدون دعوضو حتى يعني تحقيق يعني الملف المطلبي نغ الملف يعني الحقوقي يزك ديوسين يتمثنا قريف وقبل ما نيا الطلب يعني غادي توحقق يعني طريقه يعني يعني مستعجله يعني النقطه اللي مزكالو توز ما خصنا ندور وهو اطلاق يعني جميع المعتقلين جميع المعتطفين اللي جانا كيشوفوا الظل العار نقلب ده بان اني نشين نعاس مسرينتينا نشين خوض معارك ثانيتي معارك سلميه مختواري اضراب عن الطعام لمده 3 أيام شي نشكل طريقه سلميه حضاريه ويعني ونخوض شي المعركه مخا نتهمن يعني قال المغرب يعني نتهمن يتمنى المغرب باغي نشين نخوض تخوض معارك يعني يعني استعمال العنف مثلا نغ التمويل نغ يعني شتيح لنا هنا يقام شي قالب ده بان نشين نخوض المعركه معركة سلمية نهار يجمعنا الحركة ونتي المقدس يجمعنا نهار الحركة المقدس من أجل يعني ملف مطلبي حقوقي يعني عادي ونهار يعني نعوذ بأن إطلاق سراح المختطفين قريف ضروري زقس يعني مرور قنية مثلنا كل شيء زقس جونينا قنشين يعني نواصل غنخوض معارك تم قرانين انت كاتالونيا يعني مو كنظن وتحيه غيث مثنا وقراص مزيدا من الصمود مزيدا من الالتحام يثما فوز كفوس وتوش الاخوه اوار نغ ميساج نيث مثنا وبالخصوص مثنا ناصر يقان يعني عن الشرط الوحيد مزيد نجح المعركه ثاني تي نغ الحركه واو هو السلميه ثم السلميه ثم السلميه وزول وتحيه نضاليه كل الاخوه كمال ميدان غادي يخنا 20 نهار 20 يوليوز اموخ 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 يعني يعني السور اقايث مثلا يعني اللجان يعني التنسيقيه الاوروبيه يعني خذ من الناس شي شكل يعني راقي تقنيش الكرفانا يتغياسن زيروبا من خلال يعني بروكسل من خلال يعني من المطنق الضان يتغياسن وباش استغل الفرصه ثاني تي تمنيا الاخوه يعني الاخوه جميع بقاع يعني الديار الاوروبيه هذا التحقن سيثمسن يعني من اجل يعني مشاركتهم كرابانه ثاني تي كرابانه ثاني تي كرابانه تاريخيه الاخوه يخصك نشي نهار تما وكنسمع يخص ضروري ضروري بنادم يعني يضربط على يعني كونتاكت وثي ناس الاخوه كي جانا يعني ذاك اوروبا باش يلتحق يثمتنا وهنا يثمتنا عاود كي جان يعني
يعني كي غرناطه مثلا كيما لاكا مثلا يعني تراجنشكم يعني سطرق عاود يعني نضاليه يعني استقبال يعني تفحافل يعني نضالي باش خوض الشكل الاول انت الحسيمه وقق الشكل الاول انت غيوقع الحسيمه ان شاء الله نهار 20 وتديني نهار 20 اخوه تمني جيكول يعني الدياسبورا يعني احضن الشكل الاول انت باش تنشج حي تما بوركي نهار اي تما هنا حدا الجنانه اي تما نهار تعانانا الاخوه امختورهم هنا تما قيت مثلا كي جانا راه كي مغسقان كي شجون العار امختني يعني تعانان امخ نتسرى يظن قان او الضيق والفن يعني عن اضراب يعني كي اضراب عن الطعام اذا ذا ثالث جنس سنان الاخوه قناكم قنشين خوضج المعركه اذا شين خصك نخوضج المعركه عاود وانت بدا الاخوان فوز الاخوان فوز والسلميه ثم السلميه الاخوان وتحيه نضاليه وعشا الريف ولا عشا من خنا اورن الشريفين اللي المناضلين ديال تادي اوروبا بالنسبه ورينو يعني يمكن كاين يعني تلخص يعني كي جبوار يعني كي كلمه مزيان قاق اي ثما يعني حاول ما امكن يعني تجاوز يعني الخلافات يعني ذلك النهار نحتاج نشين المنث اي ثما ولكن المنث شروط يعني تفع يعني متوفر الشروط يعني ملائمه باش زعما نخضع زعما ننظف يعني الشرطه هنا مقسمه يتما نقى بان يعني نرفض الدكاكين السياسيه نرفض الجمعيات يعني المرتزقه اللي انت اوروبا نرفض يعني رفض تام يعني لا نشين زعما التوسطن باش يعني نفكن يعني المشكلنا يعني ونحترم شو نقى يعني جمعيات يعني خبزيه يعني احزاب سياسيه ذو جيبو يعني تمرر شنو الخطاب عنصري يعني يوذان ان موقع ان المعركه ثاني تيسك تاتريج المعركه بناق القاعده الشعبيه ديال جنك الحسيمه امو خصنا رانا نشيل كومو يعني لي جانا اوروبا امنش مثلا اقيك الجنات يعني كاتالونيا لدعم حراك الشعبي الكريف يعني نوفر الشروطات هنا ونتحاول نوفر الشروطات هنا يعني باش زعما يعني نعاونت نيغان يثج شي 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 تمسري زعما يعني تعاونت مثلا غير جانا اوروبا والكلمه الاولى الاخيره امو خص نبدا اخت غايث مثلا غير الحسيمه واش نحاش نظن باش انا الشير عوض يعني مختوري من رئيس من الحراك الشعبي نيغ القاعده علي تما قت غير حبس اذا شي نقصك يعني الحاضر نستثمك التعامل ثيثما لا ثينك الحسيمه لا ذا اوروبا ونقى غير ثما تنقاش نعالجكم نكشر القسم وعاش الريف ولا عاش من خنا غير شنو هو ورخ فيديو نادي فغنا الكاخ نصير واش اجن سؤال مهم كشي ديتي مختارين مش بعدا وميدو سيغ نهار هذا فوق المعركه ثانيتي يعني معركه متواضعه زعما دينا غير اجن فوقيت نمثنا يعني نصر فوقيت ني مزيد فوق يعني بامكاني وني يعني نسيشي بالضبط ماني اي جي قفيقه وطنيه جي قفيقه وكشا يعني والتاثير يعني ناصر شي اخطائي مادام يعني انت يعني استعملنا كيس يعني زمان نتمر يعني المره شي الاسلوب زعما باش زعما يمكن زعما هنا اني غادي شي طريقه زعما باش زعما خاص اثرا والعكس صراحه العكس بالله العظيم قسمكم الله العظيم الى يكشاقنا يا رينو باغنا يعني الحماس يكشاقنا مش غير تشغل فيديو ني وش ضيق الاضراب عن الطعام ديريكت يعني يكشاقي يعني يقوى راهي اكثر وجين شوا يعني الاخوه مره لا انت اوروبا لا يتمتنا المغرب من يكمر يعني بدوني ونينشين صراحه عجبنا والله العظيم نفح هم نزره بلا نزين بلا ميكمر ذا سبحان ينقى وقا يعني نقرب السحر الساحر يعني المعركه اذا انت معركه طايره اولا يعني اثمرغ البلطجيه دخل المخزن ونتي يعني يعني الهمجي يقمع نيت مثنا قريب واش المناسبه اذا انت الزوغ يعني الضمرغ يعني الا ممكن نقولها بالعربيه من هنا هذا الموقع هذا بغيت يعني نعلن تضامني مع الاخوه في الرباط والاخوه في تيزنيت والاخوه في بني ملال كل التضامن معهم من بعد ما عرفوا ذاك يعني القمع من طرف القوات يعني الهمجيه وكان على تضامننا معكم كنقول لكم حنايا راه جسم واحد كنضمنوا معكم وتحيه نضاليه الاخوه اللي في كل بلاصه في المغرب اسقداش ومسن كمال ديش غيني خويا كمال والله تجد انا غنبري ور ان شاء الله امرقيه كيش ديجن فرصه نغني
وتقادش سواتاس وتحب زي انتحب زي الموس زي وتكار يعني ساس مغسقا سمونا سيه بذ انتي ريف اكسبريس يعني صراحة زعما يعني يجي تغطان يعني نجمع لي ثمات من عاوز المواقع نظن يعني تغطان يعني الأحداث يعني تعتن يعني المعارك إذا توقع عندك جيم قصان كاتالونيا وتحية يعني المغسق الموقع وني تنري إكسبريس خ يعني استقبالين ودانيتي وأخذ قدش ثم تنقيمال موقع ريف اكسبريس يتجدد زوم الموقع ان شاء الله ثي وشا ذي مسيره نطرغونا ان شاء الله واخا اتقدك اني وسوى التاس